السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نشوفو الحصة الخامسة صفحة رقم 51، سؤال رقم 13. أضع وأحسب ما يلي على ورقة مستقلة. إذا هنا عطاوني واحد العمليات اللي خاصني نشد ورقة مستقلة ونخدمهم فيها. متفقين؟ نبداو العملية الأولى. 4.78 في 2.5. كنحط العمليات هنا عاد نبداو نجزوهم. متفقين؟ فوالا 1.35. نجزو هاد الثلاثة بعدا. عندي عملية الضرب، إذا غنشد هاد العدد نضربو فيهم كاملين ونحط هنا، ندير نقطة وعاوتاني نشد العدد التاني نضرب فيهم كاملين ونحط هنا، وندير نقطة وندير العدد الثالث كذلك ونحطهم ونجمع، بعد نشوف شحال العدد كاين من وراء الفاصله ونحسبهم في الخارج ونحط الفاصله ديالي بحال هكذا. صافي، يلا. 5 في 1 5، 5 في 5 25 كنحتفظ بجوج. هنا 5 في 8 تساوي 5 تساوي 40 زائد 2 هي 42، 2 احتفظ بالربع. 5 في 6 تساوي 30 زائد 4 هي 34. كنحطو النقطة هنا. متفقين؟ أوكي أوكي. 3 في 1 3، 3 في 5 15، نحط الخمسة ونحتفظ بالواحد. 3 في 8 دونك نورمالمون كيف كنقول لكم استخدموا قلم الرصاص وديروا به الاحتفاظ ديال المرة الأولى. من سالي المرة الأولى غتمسحو الاحتفاظات بالقومة وتعاودوا ديروا الاحتفاظات ديال المرة الثانية. متفقين؟ ديال العدد زعما الثاني. اذا 3 في 8 24 زائد الاحتفاظ هي 25. 3 في 6 تساوي 18 زائد 2 هي 20. نمر دابا الواحد ولكن خصني ندير نقطة عاوتاني هنا. 1 في 1 1، 1 في 5 5، 1 في 8 8، 1 في 6 6. ودائما نحاول نحط الاعداد تحت بعضياتهم باش ما نتلفش. دونك عندي دابا خاصني نجمعهم. 5 زائد 3 8، 5 زائد 2 7 زائد 1 8، 5 زائد 5 10 زائد 4 14، 8 زائد 3 11 زائد 1 هي 12، 6 زائد 2 8 زائد 1 هي 9. شحال من عدد كاين من وراء الفاصله؟ 1 2 3 4 5. اذا نجي هنا 1 2 3 4 5 ونحط الفاصله ديالي هنا. شفتوا معايا؟ نمشي هذا العدد نعاود نكتبه هنا. أربعة في ستة تساوي 24، 4 في 4 16 زائد 2 18، 4 في 7 تساوي 28 زائد 1 هي 29. نحط النقطة هنا. 3 في 6 تساوي 18، نحط 8 ونحتفظ بالواحد. 3 في 4 12 مع الاحتفاظ هي 13، 3 في 7 تساوي 21 زائد الاحتفاظ هي 22. نحط نقطة عاوتاني هنا. 2 في 6 12، احتفظ بالواحد. 2 في 4 8 زائد 1 هي 9. 2 في 7 تساوي 14. على هذا الشكل. تبقي ودابا خاصني نجمعهم كاملين. دونك 4 16 9 زائد 1 10 زائد 3 زائد 5 هي 15، 9 زائد 1 10 زائد 4 هي 14، 4 زائد 2 6 زائد 1 هي 7، 1 زائد 3 شيء 1. الفاصلة كاينة من بعد 1 2 3 4، إذا 1 2 3 4. وهنا ساليت العملية الثانية. العملية الثالثة 4.78 في 25 في 2.5 بعدا. إذا 5 في 8 40،
تفضل بربعة. خمسة في سبعة 35 زائد أربعة هي 39. خمسة في أربعة 20 زائد ثلاثة هي 23. نحط النقطة هنا. اثنان في ثمانية 16. اثنان في سبعة 14. ومع الاحتفاظ هي 15. اثنان في أربعة تساوي 8 زائد واحد هي 9. ونجمع 0 15 9 11 صافي. فاصلة كاينة من بعد 1 2 3 1 2 3 مفهوم. نمر العملية اللي من وراها هادي. 0.0045 في 2.3. هنا ما حطيتش الفاصلة تحت الفاصلة، لا لاحظتوا، حيت في عملية الضرب ماشي مشكل، ولكن ملي كيكون في عملية الزائد ولا الناقص، الجمع ولا الطرح، ضروري الفاصلة تكون تحت الفاصلة. 3 في 5 15. 3 في 4 12 مع الواحد هي 13. 3 في 0 0 مع الاحتفاظ هي 1 صافي. وبقات لي 3 في هاد جوج اصفار هي 0. عاوتاني 2 في 5 10 احتفظ بالواحد، باردون هنا نقطة. 2 في 4 8 مع الاحتفاظ هي 9. وجوج في هاد ثلاثة الأصفار هي ثلاثة الأصفار صافي. دونك هنا 5 3 10 1 0 0. فاصلة كاينة من بعد 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 إذا الفاصلة هنا. أوكي، العدد الموالي عندي 0.004 في 3.5. علاش حطيت هاد 0.004 هو الاول؟ حيت فيه اكبر عدد من الاعداد، هذا فيه قل في جوج اعداد. 5 في 3 20. علاش قلت 5 في 3؟ 5 في 4 20. 5 في 0 0 ومع الجوج الاحتفاظية جوج، و5 في هاد جوج اصفار هي جوج اصفار. 3 في 4 12 جوج نحتفظوا بالواحد. 3 في 0 0 مع الاحتفاظ واحد هي واحد. كيسكو جي في دونك هنا نقطة، هنا الجوج هنا الواحد. 3 في هاد جوج اصفار هي جوج اصفار. ونجمع دونك 0 4 1 0 0. الفاصلة كاينة من بعد 1 2 3 4 1 2 3 4 هنا، وهذا هو الخارج ديال العملية ديالي. نمر العملية الأخيرة. عندي 6.17 في 0.05. اوكي دونك 5 في 7 كم تساوي؟ 35 احتفظ بثلاثة. 5 في 1 5 مع الاحتفاظ هي 8. 5 في 6 تساوي 30. نحط النقطة ديالي هنا. 0 في هادشي كامل هو 0. عاوتاني النقطة. 0 في هادشي كامل هو 0 صافي. 5 8 0 3 0. الفاصلة كاينة من بعد 1 2 3 4 1 2 3 4 صافي. وحنا سالينا تمرين رقم 13، سؤال رقم ب، احسب الجداءات التالية في السطر. يعني هادشي خاصني نحسبه في سطر واحد. دونك عندي 1 في 1 هي شحال؟ هي 1 هاي. وعندي هنا الفاصلة من بعد شحال من رقم؟ الفاصلة كاينة من بعد شحال من رقم؟ من بعد 1 2 3 4. اذا 1 2 3 4 ندير 0 ونعوض هنايا اصفار. اذا هذا هو الخارج. نعاود ثاني وتزيدوا تفهموا. دونك هنا عندي غير 1، يعني 1 في شي حاجة هو 1. اوكي، عندي فاصلة شحال من رقم؟ 1 2 3 4 5. اذا نجي هنا ونحسب 1 2 3 4 5. دونك هنا 5 ندير 0 وهنا ندير اصفار. شفتوا؟ نعاود. عندي هنايا 1 اوكي، فاصله من بعد شحال؟ 1 2 3 4 5 6 6. اذا نكتب هنا 1 ونحسب 6. اذا 1 2 3 4 5 6 هنا. دونك ندير 0
وهنا كندير اصفار صافي. ولا تقدروا ديروا 1 2 3 4 5 6 وديروا فاصله هنا وديروا صفر. متفقين؟ العمليه اللي من وراها كذلك عندي هي اللي خدمنا حقا. هنا عندي الفاصله من بعد جوج ارقام، اذا ندير 1 2 صافي. هنا من بعد 1 2 3 دونك هي 1 2 3 وندير الفاصله. هنا من بعد 1 2 3 4 ندير 1 2 3 4 وندير الفاصله ديالي صافي. نمر السؤال 14. Monsieur Reda change de voiture et achète sa nouvelle voiture à crédit. Donc Reda بدل الطوموبيل ديالو، شرا طوموبيل جديدة بالكريدي. Il verse 12500 dirhams à la commande. Donc من دار la commande ديالو verse عليهم، خلص لهم 12500 درهم. Et s'engage à verser ensuite 48 mensualité. ومن بعد انجاج معهم، يعني دار كونترا معهم بان غادي يبقى يخلص مده 48 شهر متتاليه. شحال؟ 1018 درهم فاصله 30 شاكون، يعني كل شهر مده 48. ا كومبيان لو ريفيندرا سا نوفيل فواتور، بشحال تقام عليه هاد الطوموبيل الجديده ديالو باش نعرفوا شحال تقام عليه. هو شحال يخلص؟ يخلص 1018 × 30 مدة 48 شهر. دونك نديرو عملية ضرب هنايا صافي باش نحسبو شحال الثمن اللي يخلص في هاد 48 شهر. من بعد نزيدو على شحال خلص في الأول، وغادي نعرفو بشحال تقامت عليه الطوموبيل كاملة. إذا 8 × 0 = 24 دونك نحطو 4 ونحتفظو بجوج. 8 × 8 égal 46 plus 2 اللي بقات لينا ديال الاحتفاظ هي شحال؟ هي 64 plus 2 هي شحال؟ هي 66 8 × 1 8 + 6 = 14 8 × 0 0 + 1 هي 1 8 × 1 هي 8. هيك نحطو النقطة ديالنا هنا. 4 × 0 0 4 × 3 12 نحتفظو بالواحد. 4 × 8 = 32 32 + 1 = 33 4 × 1 = 4 + 3 = 7 4 × 0 0 = 4 صافو نجمعو 0 4 8 7 8 8 4. La virgule après 1 2 et 3 1 2 donc on va juste l'arcane donc il y a 1 et 2. نحط الفاصله ديالي هنا. اوكي دابا شنو خاصنا نديرو؟ خاصنا نزيدو عليها الثمن اللي خلص في الاول، متفقين؟ دونك نزيد عليها 12500 دونك فوالا ونجمعها. المهم انا ولات هنا روينه دونك غادي ناخذ صفحه اخرى وكنكتبها وعاد نرجع عندكم. فوالا دونك قلنا حسبنا لقينا 48 878.40 هذا هو الثمن اللي خلص مدة 48 الشهر. الثمن اللي خلص في الأول هو 12500 صافي. غادي نجمعوهم بجوج دونك 04 8 7 13 11 6. إذن توتال بشحال تقامت عليه الطوموبيل؟ هي 61 378.40 درهم. متفقين؟ هذا هو الثمن. دابا نعاود شنو درنا.
بغينا نعرفو شحال تقامت عليه الطوموبيل في التوتال. اول حاجه درنا عرفنا بلي يخلص هاد لاسام كل شهر مده 48 شهر، اذا حسبنا ليه شحال جاتو فضربناها في 48، وداكشي اللي عطاتنا زدنا عليه داك الثمن اللي خلص في الاول التسبيق باش عرفنا بشحال تقامت عليه الطوموبيل كامله. اوكي دونك اخر تمرين، جو كالكول موا ميم لو بري كي فون سافيشي سور لي كادران دو با دي بالانس. دونك انا اللي خاصني نحسب شحال غادي يبان هنا، يعني ماشي لا بالانس هي اللي تحسب لي، ساشون كو لا بالانس بري او كيلوغرام. اوكي الثمن ديال الكيلوغرام الواحد، وهنايا لو بوا الوزن، الوزن ديال التفاحه وحده، وهنا شحال لو بري ديال جوج ديال التفاحات. اذا شنو نديرو هنا؟ اول حاجه خاصني نعرف شحال الوزن ديال جوج تفاحات، وعاد غادي نضربو في الثمن ديال الكيلو باش نعرف الثمن ديال هاد جوج تفاحات. اذا تفاحه وحده 0.62، اذا جوج تفاحات تو سامبلمون نضرب فوا 2. اوكي نضرب فوا 2، 2 فوا 0.0، 2 فوا 2 4، 2 فوا 7 ايغال 14، حسبت بالواحد 2 فوا 0.0 بلس 1 هي 1 فيرغول ابري 1 2 3 1 2 3. هاي اذا ها شحال الوزن ديالو. دابا بغيت نعرف شحال الثمن ديالهم، اذا هاد العدد نضربوه في 12.80، دونك هذا غادي نضربوه في 12.80. 0 في داكشي هو 0، فين ندير النقطه؟ 8 فوا 0 0، 8 فوا 4 32، دونك 32، 8 فوا 4 32 بلس 3 هي 35، حتى بداو تاني بثلاثة، وي ابخي 8 فوا 1 8 بلس 3 هي 11. نقطة عاوتاني هنا، جوج في صفر صفر، جوج في ربعة تمنية، جوج في ربعة تمنية، جوج في واحد واحد، جوج بعدا. النقطة عاوتاني هنا، ان في هادشي كامل كيبقى نفسو، اي بوي غادي نجمع، دونك زيرو زيرو دو، ويت بلس سانك تخاز، ويت بلس دو ديس، بلس كات كاتورز، 4 plus 2 6 plus 1 7 plus 1 8 et puis 1. Le facile est qu'il y a 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Donc تمن ديال هادوك جوج تفاحات هو 18 درهم، 18.432. سي كلير؟ علاش عطاتني 18 كثر من هذا العدد؟ حيتاش تو سامبلومون هاد جوج تفاحات فيهم كثر من 1 كيلو، متفقين؟ هاي لقينا هنا فيهم 1.44. فوالا لا ميم شوز غادي نديرو هنايا، دونك ها هو البري او كيلو والبوا ديال هادي، ودابا البوا ديال جوج. دونك نفس الحاجه غنديرو، غادي نشدو هاد 0.650 غنضربوها في جوج، وداكشي اللي عطانا غنضربوه 7.2. الا فهمتوا حبسوا الفيديو، حاولوا تخدموا على راسكم وعاد رجعوا. اوكي دونك عندي 0.2 فوا 2، دونك 2 في 0 0، 2 فوا 5 10، 2 فوا 6 12 بلس 1 هي 13، 2 فوا 0 0 بلس 1 هي 1، et puis la virgule qui est après 1 2 3 1 2 3. Voilà دابا هادي عاد غادي نضربوها في 7.20. 0 في هاد العش في هاد العدد هو داك هو نفسه هو 0 plutôt. Puis 2 في 0 0، 2 في 2 0، 2 fois 3 6، 2 fois 1 2. Point. 7 في 0 0، 7 في 0 0، 7 fois 3 21، 7 fois 1 7 plus 2 9. Et puis نجمع
0, 0, 0, 6, 3, 9. La virgule après 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà le prix de l'hada. Ça c'est la 36. Amma l'akhor, ça c'est le prix de l'hada. 18 درهم فاصله 432. متفقين؟ كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى تكونوا فهمتوا معايا. نشوفكم فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.